جريمة جديدة تهز محافظة صلاح الدين في قضاء بيجي، وهي الثانية في غضون أسبوع واحد بعد جريمة العباسية. في حادثة مروعة ذهب ضحيتها أب وأم وابنهما في الحي العصري وسط قضاء بيجي، بعد أن وجدوا مقيدي الأيدي والأرجل وقتلوا وقد حرق جزء من منزلهم بطريقة بشعة مشابهة لجريمة العباسية. قعدنا الصبح إنه شفنا القوات الأمنية مطوقة مكان الحادث وتمنع دخول أي واحد لمكان الحادث. حسب ما سمعنا إنه ماكو أي أثار إطلاق ناري على الموضوع، على المقتولين. بعد ما مكملين جريمتهم حارقين البيت مثل ما تشوف قدامكم والغرف اللي موجودة. الشاب مقيد حسب ما سمعنا من المختار والمنطقة. الكشوف لا والله ما شفناهم احنا صراحة، ولكن المختار قال انه مقيد الابن والامرأة والشخص ما بيهم أي شيء. حالة من الخوف بين الأهالي بعد تكرار هذه الجرائم، وذلك لعدم كشف مرتكبيها وطمأنة أبناء المحافظة، وسط مطالبات بوضع حد لهذه الخروقات التي أرقت المواطن. حقيقة بعد هذه الحوادث المتكررة في صلاح الدين، حقيقة المواطن اليوم في صلاح الدين يشعر بالخوف، يعني للأمانة اليوم على قيادة شرطة صلاح الدين، على الأجهزة الأمنية تطمين الشارع في صلاح الدين. حقيقة الناس اليوم تحتاج إلى الطمأنينة، لأن حقيقة الناس بدأت تشعر بالخوف والرعب. أربع جرائم شهدتها المحافظة في غضون أسبوع واحد، فمن جريمة العباسية إلى جريمة ناحية دجلة وإلى قضاء بيجي وأخرى في الشرقاط، في حين يأمل الجميع أن تكون هذه الأخيرة. من صلاح الدين برا كنعان، قناة الفلوجة.